دكتور ياسر خفاجي استاذ الانف والاذن والحنجره كليه الطب جامعه المنصوره. النهارده اتكلم على حساسيه الانف والجيوب الانفيه، وده من الامراض الشائعه جدا في مصر وفي العالم. تتراوح ما بين 10-15% في مصر، وبتزيد في بعض الدول الغربيه لحد 30% من السكان، وده نسبه عاليه جدا. والحقيقه بتزيد في مصر كثيرا، كل سنه بيبقى في تشخيص حالات اكتر، بتبقى زياده في المناطق الشماليه في مصر، امتدادا بقى من بورسعيد مرورا بدمياط والكفر الشيخ والبحيره واسكندريه لقربها من السواحل، لان ده بيزود الرطوبه وبيزود تواجد المواد المسببه للحساسيه في الجو. اعراض حساسيه الانف اعراض كلاسيكيه، وهي حساسيه الانف ده نشاط لجهاز المناعه، نشاط زائد لجهاز المناعه، بيحاول يطرد مسببات بتخش الجسم في الغالب عن طريق التنفس واحيانا عن طريق الاكل، فالجسم بيحاول يطردها بالعطس المتكرر والرشح اللي هو ممكن يبقى موجود في موسم معين زي موسم حبوب اللقاح او بين الفصول او في الشتاء او في الصيف او في الربيع، وفي جزء اخر بيبقى مستمر طول السنه، ودي الحالات اللي هي بتبقى اعراضها احيانا بتبقى بسيطه، عطس ورشح خفيف الصبح وبقيه اليوم بيبقى المريض كويس، واحيانا تبقى اعراض شديده بتستمر طول اليوم بتسبب مشاكل في الاجتماعيه ومشاكل في النوم ومشاكل صداع احيانا عند بعض الناس، واكلان في الانف وسقف الحلق، واحيانا الحساسيه بتمتد بتبقى موجوده في الجهاز التنفسي اللي بيمثل الانف جزء منه. والتشخيص بيعتمد على الاعراض الكلاسيكيه اللي قلنا عليها، العطس والرشح المتكرر او المستمر، بالاضافه لفحص الانف وبعض الفحوص اللي هي بتبقى اختبارات حساسيه علشان نتعرف على المسببات للحساسيه دي. علاج الحساسيه بيبدا من تجنب المواد المسببه للحساسيه، في اشياء عامه بنقولها للناس عامه اللي عندهم حساسيه، بالنسبه طبعا مش هتقدر تشيل التراب من الشوارع، لكن بتتجنب الاتربه بقدر الامكان، في الاوضه اللي انت بتنام فيها ما بقاش فيها موكيت او سجاد كثير، التكييف اذا كان موجود لازم يتنظف الفلتر بتاعه كل عده ايام، تجنب الحيوانات الاليفه لانها مسببه كثيرا سواء قطط او كلاب، ده الحقيقه حاجه اساسيه في وقايه من الحساسيه. والعلاج بيعتمد على بخاخات الانف اللي هي بخاخات الاسترودية ومضادات الحساسيه، ودي منها اجيال بعضها بسبب النعاس وده قل استخدام حاليا، وبعضها لا يسبب النعاس، وقليلا ما بنحتاج لمضادات الحساسيه زي الاسترويدز اللي هو بالفم. يعني الحساسيه مرض محتاج التعرف عليه من المريض، وان هو يعرف هو عنده ايه وتعامل ايه، لان هو الحقيقه باستثناء العلاج الامصال ما هوش في علاج ممكن المريض ياخده سواء حبايه او حقنه والمرض هيختفي، فلازم نتعامل معاه بالامتناع وبالعلاج عند الضروره. في العلاج الحديث بالامصال عن طريق تحت اللسان، ودي حاجه حديثه نسبيا، وده نوع من انواع العلاج المناعي اللي بيخلي جهاز المناعه يتعود على المواد المسببه للحساسيه فتاثيرها يبقى اقل. الحقيقه صحيح مفيش علاج شافي لانها ما بتبقاش نزله برد، لكن في الادويه والعلاج المناعي بيسبب ارتياح وتحسن في الاعراض في معظم الناس. شكرا لكم.